عليا. طيب خليني بس أأكد على حضراتكم، عشان أنا كنت في بداية الحلقة بتكلم على أهمية الفوز في الثلاث ماتشات اللي جاية. هو يعني بدون شك الكلام على أهمية الفوز في كل الماتشات اللي بيلعبها النادي الأهلي، مفيش ماتش بنلعبه بره، بنلعبه جوه، بنلعبه في دوري، في كاس، في دوري أبطال، إحنا مش عايزين نكسبه. لكن أنا كنت بتكلم على حتة زيادة شوية، هم الثلاث ماتشات اللي باقيين للنادي الأهلي من مباريات الدور الأول، واللي هيتحدد على أساسهم ترتيب الجدول، جدول الدوري بعد مرحلة انتهاء الدور الأول، وعلى أساسه بيتم تحديد الأندية المصرية اللي هتشارك في بطولات أفريقيا سواء دوري أبطال أو كونفدرالية. إن شاء الله بإذن الله في حالة مكسب الأهلي الثلاث مباريات المتبقية لي في الدور الأول، ده معناه أنه هيكون بيشارك في دوري الأبطال. الثلاث ماتشات مفهومش ماتش البنك الأهلي بكرة، الثلاث ماتشات اللي فاضلين للأهلي في الدور الأول وهيتلعبوا كلهم أعتقد قبل 30/6 هما ماتش أمبي وماتش فاركو وماتش الجونة، دول الثلاث ماتشات المتبقية للأهلي في ماتشات الدور الأول. أما مباراة البنك الأهلي بكرة فدي تعتبر مباراة الدور الثاني ومش داخلة في الحسابات، داخلة في حسابات الفوز بالبطولة، لكن مش داخلة في حسابات الفرق المصرية اللي هتشارك في بطولة دوري الأبطال النسخة اللي جاية أو كونفدرالية، وإن شاء الله بإذن الله يكون دوري أبطال. عندنا إنجاز مهم جدا تحقق، ويبقى في خطوة أخيرة مهمة جدا، يمكن يكون فرصة شوية لالتقاط الأنفاس، فرصة شوية للتحضير الجيد لموقعها بكل ما تحمله الكلمة من معاني. وزي ما شفنا قصة ملعب المباراة وتابعنا الفيلم العربي الهابط اللي تم في الفترة الأخيرة عشان يتم منح الوداد أفضلية، الله أعلم بقى، أنا مش هدخل في النوايا ومش هتكلم في حاجة تم حسمها، لكن في النهاية بالتأكيد أنت بتلعب مباراة نهائي أهم بطولة في للأندية في أفريقيا بدون مبدأ الحياد وبدون مبدأ تكافؤ الفرص. ده نمرة واحد. نمرة اتنين طبعا ملف التحكيم ما زال قائم وعلامة استفهام كبيرة جدا. نمرة تلاتة تكافؤ الفرص حتى في الحضور الجماهيري، ودي نقطة تالتة هنحطها برضو في الحسبان. لكن في النهاية رغم كل الظروف كلنا ثقة في أنه الأهلي قادر على أنه يحقق اللقب الـ11 بعد العرض القوي اللي قدمه أمامه فاق الصيف ووصوله للمباراة النهائية. هنتكلم على ماتش بكرة وهنتكلم على المرحلة الجاية في الدوري وصولا ل 30/5 الميعاد اللي بينتظره كل الأهلوية إن شاء الله مواجهة الوداد في نهائي دوري الأبطال مع ضيفنا ونجمنا النهارده كابتن عفروتو اللي بيشرفنا في السادسة. مساء الخير كابتن عفروتو. مساء النور أستاذ أحمد عمرو. وأقول لك قبل ما نخش في الكورة مبروك على بطولتين غاليين امبارح الأهلي حققهم في الفولي، بطولة دوري أبطال أفريقيا ودوري السوبر المصري على حساب الاتحاد، ألف مبروك. الله يبارك فيك ومبروك علينا، ويا رب دايما كده متجمعين على الانتصارات، وببارك طبعا لفريق السلة طبعا وربنا يوفقهم يا رب في اللي جاي ويستحقوا يعني بجد لعيبة رجالة، وأنا كنت متابع المباراة امبارح فيعني فرحة، وإن شاء الله نختمها كده بماتش الأهلي والوداد بإذنك يا رب كده إن شاء الله يا رب يبقى سنة سعيدة علينا، يبقى إن شاء شهر الله. سعيد بس يعني شهر سعيد صح. وسوبر أفريقيا في الهاندبول والهاندبول طبعا، وإن شاء الله يا رب كده يبقى دايما متجمعين كده الشهر ده وكله بطولات للنادي الأهلي يا رب. على الرغم إنه يعني أغلب جماهير النادي الأهلي يعني بتروح لفكرة كرة القدم، لكن الشهر ده التشجيع كان بجنون يعني صح. الحاله اللي انا شفتها بدايه من السوبر الاهلي والزمالك سوبر افريقيا وصولا لماتش الاهلي والترجي امبارح في الفولي والاهلي والاتحاد بعده في الباسكت، الناس يعني هتتجنن، يعني تحس انه ده نهائي دوري ابطال افريقيا كره القدم، مش ماتش باسكت ولا ماتش فولي، تحس انه الحاله دي حاله دوري ابطال كره القدم. يعني هو الانتصار طبعا يا استاذ احمد بيخليك دايما على طول متفاعل مع الفريق اللي هو سواء انت في الهاندبول او في الباسكت او هنا او هنا، او كره القدم طبعا هي اللي واخده كل حاجه طبعا، ولكن حاجه جميله ان النادي الاهلي طبعا متاسس ومربي اولاده كلهم على البطولات، فدي حاجه بتبقى كويسه اللي انت اكتر من بطوله ورا بعض، فناقص ان شاء الله كره القدم، فدي يبقى انجاز للاداره طبعا بتاعت النادي الاهلي. طب وشيء اسمح لي يعني اقول انه شيء مشرف والله تماما، بعيدا عن فكره الانتماء والحب للنادي الاهلي والكيان النادي الاهلي بجد، بدون طلع بقى حته المناكفه والمكايده والمنافسه وهقول عند البعض الغل والكراهيه بره الحسابات كده، وشوف في مصر لو في يعني نموذج مشابه اتنين اتمنى تلاته اربعه زي الاهلي، ايه ممكن يكون حل الرياضه المصريه؟ يعني بدل ما احنا داخلين في الحته الضيقه وقاعدين نشكك وقاعدين نقول مؤامرات وقاعدين، الاهلي على كل المستويات بيلعب في النيجر وبيلعب في تونس وبيلعب في القاهره ورايح يلعب في المغرب، والحمد لله ولاده مشرفين ورافعين اسم مصر عالي جدا، فما بالك لو في مصر في
ثلاث أربع كيانات على نفس القدر من المسؤولية، على نفس القدر من الإمكانيات، وعلى نفس القدر من الرؤية في إدارة ملفات متعددة بحجم الرياضات المتنوعة دي، وإنه يخرج لأبطال لمصر تحقق ألقاب، كان الموضوع نتمنى بقى مختلف نتمنى تمام. نشوف كده إن شاء الله يعني، نتمنى بإذن الله. إزاي شفت مشوار الأهلي وصولا لماتش وفاق الصيف؟ قبل ما أروح للمرحلة اللي جاية عايز أشوف، عايز أقرأ كده معاك، إزاي شفت مشوار الأهلي في أفريقيا السنة دي وهو داخل البطولة حامل لقب آخر نسختين، وحامل لقب 2 سوبر أفريقيا، وحامل لقب أو ميدالية برونزية كأس العالم في نسختين ورا بعض؟ والله يا أستاذ أحمد يعني في البداية الواحد كان يعني أي نعم، أنت في الأول في المجموعات كنت متخوف، بس مش خايف على الفريق، لأن أنت عارف إن الفرقة بتاعتك أنت مركز اللي أنت تاخد البطولة، مش بتلعب اللي أنا أخد المركز الأول في المجموعة بتاعتي أو المركز الثاني، فده ما كانش فارق أوي في الشارع الأهلاوي يعني، ما كانش فارق، وكان عندنا ثقة الحمد لله في الفريق، وقدرنا الحمد لله يعني بخطوة ناخد كل ماتش بماتش، وقدرنا خطوة بخطوة لحد ما وصلنا الحمد لله للنهائي، ورغم ان كل الكواليس ما حصلتش معانا عقوبات في الفترة الأولانية خالص، برغم ان احنا فنشنا في المجموعات تاني، ولكن انت في ماتش واحد وسايب بقية الماتشات في ماتش واحد بيحاولوا يعجزوك، وبيحاولوا اللي هم بيقولوا البطولة للوداد، وبيحاولوا اللي هم ياخدوا منك حاجات انت مش من حقهم اللي هم ياخدوها، دي كرة قدم، الأفضل في الملعب هو اللي ياخد البطولة، ما ينفعش الاتحاد الأفريقي يبقى متحيز لفريق واحد بس، لا انت المفروض انت الاتحاد انت اللي منظم اللعبة ديت، المفروض انت تقف مع الطرفين، ما ينفعش اللي انا اقف مع طرف والطرف التاني لا، فدي يعني انا مش عارف يعني هل الناس والمسؤولين في مصر ساكتة ليه؟ هو السيناريو اللي اتحط بيدي يعني الاتحاد الافريقي ادوات يبرأ بيها نفسه، على اساس انه الملفات اللي تم استبعادها اللي تقدمت بالفعل استضافت لم تكن مطابقه للمواصفات يعني لاشتراطات الاتحاد الافريقي، على اساس انه السنغال اللي كان متوافق على ملفها انسحبت، ولغايه اللحظه دي لم يتم الاعلان عن يعني هم انسحبوا فجاه كده من غير ما يعني حتى يبعتوا للناس او يبعتوا بقى جوه الامور، لما بتسمع يعني الامور اللي جايه مطبخ في تربيطات وفي حاجات كتيره جدا، وانا بقول لكم هو تم الاعلان على انه نهائي الكونفدراليه هتستضيفه نيجيريا، انا بقول لكم دلوقتي مباراه السوبر هتستضيفها السنغال اللي سحبت ملفها من استضافه دوري الابطال، تفرق معانا؟ كالنادي الاهلي لا ما تفرقش معانا، لان احنا البطل واحنا متعودين على كده، فطبيعي اللي ده يحصل معانا، والامور دي احنا عشناها كتير قوي، فمتهيألي يعني احنا من ثلاث بطولات خدناهم تقريبا بره في الترجي يعني ما عندناش على فكره خالص. السيناريو ده كان مرسوم السنه اللي فاتت تمام، يعني هو بالظبط يعني صح. يعني السيناريو اللي احنا هنلعبه يوم 30/5 ده كان متخطط له بانه يحصل، بس الفرق بتاعتهم ما وفقتش اللي هي توصل. الوداد كان قاب قوسين او ادنى من الوصول للمباراه النهائيه، كان متحدد السنه اللي فاتت برضه مركب محمد الخامس، كان الوداد بيقابل كايزر تشيفز في ناحيه واحنا كنا في ناحيه ثانيه، وكان متوقع انه الاهلي والوداد يوصلوا للمباراه النهائيه ويلعبوا المباراه النهائيه في المغرب، لكن كانت المفاجاه انه كايزر تشيفز اقصى الوداد. بس يا استاذ احمد يعني شكلها مش حضاري اللي انت تلعب سنتين ورا بعض في نفس الملعب ونفس البلد، فشكلها مش حلو يعني، شكلها يعني المفروض تنوع يعني، مش شرط تلعبها في مصر يعني، احنا مش عايزين دوت ماشي مش مشكله، ولكن نوع يبقى فيه على الاقل يبقى فيه بلد تانية، في حاجه تانية انت بتشوفها مش كل سنه نشوفها في المغرب، فحاجه مش كويسه يعني. لا وكمان التوقيت كان علامه استفهام يعني، قد يكون من المقبول لدى البعض انك انت تقول انا هعملها في المغرب من بدايه البطوله، فاهم قصدي ايه يعني؟ قد يكون مقبول، وبرده فكره ساعتها ممكن اجي اقول لك هو ليه المغرب تاني سنه على التوالي يعني، ساعتها ممكن انا اطرح يعني الناس ده، كلها بتقول كده، لكنك انت تستنى انه الطرفين يبقوا خلاص بيوصلوا مباراه نهائيه وتقول يا جماعه احنا هنلعب ماتش في المغرب، التوقيت كان الحقيقه بيدل على فشل ذريع في اداره الملعب. طب انا عايز اسال سؤال يا استاذ احمد، طب هل دلوقتي لو البطوله ديت كانت اتحددت بقت في مصر كانت الناس التانية دي هتسكت؟ لا ولا طبعا. كان لا طبعا يعني انا لا مش عارف طبعا. احنا يعني احنا على مستوى الأندية احنا رقم واحد، على مستوى المنتخبات احنا برضك رقم واحد، افكرك بحاجة فازاي احنا يحصل معانا كده مش عارف يعني. ما هو الفكرة عشان انت نمرة واحد، الناس اللي مش قادرة تنزلك يعني، ده انت على مستوى المنتخبات ومستوى الأندية انت رقم واحد، فازاي ده يحصل معاك مش عارف يعني، نفسي حد يقول لي ايه اللي بيحصل مع النادي الأهلي في الفترة دي بالذات، مش حابين اللي احنا ناخد البطولة قولوا لنا يعني، انا نفسي حد يعني، انت اصل كل الكواليس بتقول كده،
بتقول لك اللي انت مش حابين ان النادي الاهلي هو اللي يبقى مسيطر على افريقيا، مش حابين ان النادي الاهلي كل سنه هو اللي يطلع ياخد البطوله. انا بشوف انه ده بيتهيألي ممكن يبقى قوه دفع اكبر، يعني فكره انه وانت برضو يعني ممكن تقول لي يعني وانت في الملعب لما اوقات بتحس انه في ظروف بره الملعب بره ال 90 دقيقه بتحاول تسرق منك مجهودك او بتحاول تحرمك من انك انت تحقق فوز او تحقق بطوله او تحقق لقب، ده مش كلاعب وكجهاز فني ممكن يبقى بالنسبه لك بيدينا يعني بيديني حافز قوي طبعا، حافز اكبر انك انت طبعاً تستموت على حقك، بيديني قوه كبيره جدا طبعا. اللي انا ازاي انا الناس بتبقى شايفاني اللي انا رقم واحد وبتحاربني عشان انا رقم واحد، فانا بثبت فعلا في الملعب اللي انا رقم واحد، وده اللي منجح النادي الاهلي، اللي دايما النادي الاهلي رغم كل العقوبات اللي بيشوفها ولكن النادي الاهلي دايما عنده حته من جوه كده، اللعيبه حتى هي اللي عارفاها اللي هتبقى موجوده ان شاء الله ربنا يوفقهم، لا احنا رقم واحد، فاحنا هنثبت للناس كلها ان شاء الله اللي احنا رقم واحد. جايين من افريقيا وداخلين على دوري، ماتش البنك الاهلي بشوفه من الماتشات يعني ما بقولش في ماتش سهل وماتش صعب، بس الماتش ده بتبقى شايل همه يعني طبعا مع كامل التقدير والاحترام لكل فرق الدوري، بس انت عارف ان كل فرقه الدوري بتيجي قدام النادي الاهلي بتلعب صح. او بتقدم احسن ما عندها وده حقهم طبعا، بشوفه نقله صعبه شويه، مطلوب منك تفصل من افريقيا وتحضر لافريقيا لانه بالتاكيد طبعا انت عندك اسبوعين قبل المباراه النهائيه، فبالتالي كل الماتشات الاهلي هيلعبها الفتره دي هتبقى فتره يعني اعداد او تجهيز للفريق لمباراه الوداد. شايف ازاي ماتش بكره وايه اوجه الصعوبه من وجهه نظرك كابتن عفروتو؟ يعني انا شايف هو المباراه صعبه ولكن هي مش صعبه كفنيه او خططيه، لا هي المباراه صعبه اللي انت راجل دلوقتي انت استهلكت بدنيا، يعني انت بتسافر هنا وبتروح هنا وبتيجي هنا، فاللعيبه ما لحقتش اللي هي تريح، فده صعب قوي على لعيبه النادي الاهلي، فاكيد احنا كجماهير مقدرين اللعيبه اللي هي فيه. احنا بالمناسبه خليني اقول لك يمكن احنا روحنا التمرينه في بدايه الحلقه، عندك غيابات بكره مش قليله على الاطلاق، يعني طبعا الاصابات اللي كانت قبل كده اوريدي مكمله معانا، اتمنى لهم يرجعوا بالسلامه. حمدي فتحي انت عندك نص الملعب بكره ودي الاشكاليه الكبيره اللي يمكن مستر موسيماني يحاول يدور لها على حل، سولية وحمدي وديانج بره الحسابات لغايه اللحظه دي، فبالتالي مع استمرار غياب بدر بنون عبد المنعم اطمنا عليه الى حد كبير ان شاء الله هيكون جاهز، فبكره التشكيله والطريقه هتكون اعتقد هتفرض على مستر موسيماني يكون في تغييرات اجباريه، يعني ده طبيعي ولكن يعني انا شايف ان اللعيبه بجد، يعني انا الله يكون في عونهم يا استاذ احمد، طبعا انت الفرقه الوحيده اللي بقالك 3 سنين متتاليه بتلعب ما ريحتش على في المنتخب، اللعيبه بتاعتك ما شاء الله هي برضك المجموعه الاكبر في المنتخب على مستوى البطولات، انت ما مريحتش خالص، بطوله افريقيا، الدوري، كاس السوبر، كاس العالم للانديه، فعلى طول انت اللعيبه الله يكون في عونها بجد، فاتمنى ان شاء الله اللي احنا كنت بسال سؤال على اللي بيميز الجيل ده، فكنت بسال الناس يعني ايه رايكم في اكتر حاجه بتميز الجيل ده من لعيبه النادي الاهلي، فبتقال بيتهيالي انه الاجابه يعني اللي هتكون اعم انه لا يكل ولا يمل، يعني الناس دي بجد والله شغاله كونتينيوس كده بجد يعني صحيح بقالهم 3 مواسم. طيب خلينا نتكلم على ماتش بكره وتقول لي بقى الطريقه والتشكيل اللي ممكن يكون اقرب لفكر مستر موسيماني، لانه عندنا دايلاما كبيره جدا في نص الملعب مش عارف هتتحل ازاي، بس اسمح لنا نروح لفاصل ونرجع نسمع رايك في تشكيله الاهلي بكره. والله احنا انا وكابتن عفروتو حاولنا يعني لعبنا كل الالعاب، حاولنا نلاقي طريقه نخرج بيها من معضله خط النص بكره، ما يعني فكروا معانا كده يعني خط النص الاهلي بكره مين؟ يعني وانت كمان عندك ياسر مشكله كمان ورا غايب عبد المنعم، يعني هو جاهز بس هيلعب مش هيلعب دي حاجه بتاعت مستر موسيماني، فانت بكره عندك الى حد كبير مشكله في خط نص الملعب. يعني انا زي ما قلت لحضرتك في الفاصل، يعني انا الاقرب قفشه وربيعه. قفشه وربيعه الاقرب يعني انت ولا ديانج ولا حمدي فتحي ولا السوليه ومتولي الراجل لسه راجع فمش جاهز، شايف انه ما ياخدش اللي هو ياخد من الاول ف يعني متهيألي صعب يعني اللي هو ياخد من الاول، ومحمد محمود برضك انت محتاج برضك ناس بودلة اللي هي تقدر تغير لك الشوط الثاني، تقدر تنزل تغير مجرى المباراه، ولكن شايف اللي هو الاجهز اللي هم يلعبوا قفشه وربيعه ورا ورا عبد المنعم وايمن اشرف ومعلول. ايوه انت عارف انه عبد المنعم ان شاء الله باذن الله يعني يشارك، وايمن اشرف
مفيش بديل يعني لو لعبت بربيع مفيش حد ورا تاني خلاص. ياسر نص الملعب عندك بدري بانون ربنا يرجعه بالسلامه يا رب ان شاء الله، بره الحسابات وياسر بره فالموضوع صعب يعني الله يكون في عونهم. بالنسبه للشهر ده عموما يعني او ال 15 يوم اللي فاضلين في الشهر ده بتبقى داخل في حساباتك ماتش نهائي دوري الابطال، يعني تخاف على اللعيبه مصابه، تجهز لعيبه بعيده، ماتش زي بكره البنك الاهلي، البنك الاهلي ده ماتشاته مع الاهلي صعبه يعني بتهيألي ماتش الدور الاول احنا كسبناه 1-0 والسنه اللي فاتت اعتقد ضايع منا برضو تعادلنا معاه وضايع مننا فماتشات صعبه. ترمي بتقلك ولا تحافظ على اللعيبه اللي موجوده يعني تفكر فيها ازاي؟ يعني لو انا مكانه بصراحه الامر صعب جدا ولكن هعمل توازن يعني مش ولا ماتش زي البنك الاهلي ده ممكن تقول فيه ادخل الناس اللي كانت بعيده كلها يعني ممكن لو انا حسابيا ممكن الماتش ده استثنائي يعني انا عندي ناس من العناصر الاساسيه غايبه فماتش استثنائي وعندي بعد 15 يوم عندي مباراه فاصله ومباراه اصلا الضغط العصبي فيها اكتر ما الخططي يعني ما عندي الموضوع صعب جدا فمتهيألي هركز اللي انا اقدر اريح اللعيبه لو حد عنده لا قدر الله حاجه بسيطه فانا هريحه طبعا مش هخليه يلعب ويقصوا على نفسه عشان خاطر المباراه دي يعني انا مش بقلل من البنك خالص لا والبنك دلوقتي بيبلغوني السنه اللي فاتت تعادلين 1-1 و0-0 يعني 4 بونت ففرقه كويسه طبعا فرقه كويسه طبعا ولكن ماتش زي دوت يعني انت مش اللي هو اللي انت محتاجه 100% يعني لان انت لسه عندك الدوري طويل. انت شايف البنك الاهلي السنه دي بتفرج على يعني بتفرج على الدوري طبعا رايك فرقه لا فرقه منظمه طبعا فرقه منظمه وفرقه بجد بيحتلوا حاليا مركز سابع لا فرقه منظمه جدا فرقه من الفرق اللي هي بتعرف تطلع بالكوره من ورا يعني فرقه منظمه باين اللي في شكل يعني وفي سيستم بيلعبوا بيه ففرقه اللي انت يعني تعمل لها حسابها. مين عناصر خطوره تعمل حسابها او يعني تشتغل عليها في ماتش بكره؟ هو في حد كده بس ناسي اسمه للاسف هاف رايت هو لعيب كويس جدا لعيب بيقدر ياخد الكوره ويقدر يلعب الفرقه فعندهم لا عندهم ناس كتير كويسه يعني ولكن مش متذكر الاسماء يعني. من 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 مميزات الاهلي اعتقد موسى ديوارا يعني هم يعني الزملاء يعني موسى كان معايا في الانتاج من اللي بيعتمدوا عليه وبرده بيعتمدوا عليه الشوط الثاني اكتر اللي هو بيقدر ينزل يغير لهم يخطف لهم جون يعمل لهم جون فلاعب افريقي قوي كمان بدنيا فلا يعني من الناس العناصر الاساسيه الكويسه اللي هي بتبقى معاهم سواء بيبتدي او بينزل. انت اللي قصدك عليه هلال محمد هلال؟ لا هلال معروف طبعا هلال لا بيعرف يمسك كوره في نص الملعب وتقريبا عندهم باسيوني طبعا معروف لا في حد تاني كده شد انتباهي ليهم مش عارف ممكن يبقى صغير في السن حد كويس يعني حد من اللي هو بيعتمدوا عليه بشكل كبير. هو بيقترح عليك في لعيب اسمه قعود وفي محمد عبد الرحمن يعني هما ممكن محمد عبد الرحمن ممكن لعبه ممكن لعبه ممكن محمد عبد الرحمن عاجبني لعبه بصراحه هو اللعب وانا بحب لعيبه الكوره اللي بتمسك كوره كده ويبقى لعيب جريء يعني هو تقريبا كيرف الاهلي قبل ماتش الوفاق ما كانش في اعلى مستوياته يعني بالذات في الدوري رحنا للوفاق قدمنا جيم على اعلى مستوى مباراه يعني وصلتنا النهائي وحتى المباراه هناك يمكن احنا مش راضيين عن النتيجه قوي كان نفسنا الاهلي يحقق فوز يعني هناك الموضوع يعني متفق يعني معاك ما فيش شك في ده يعني ما حدش يقدر يطالب باكتر من كده بالعكس انت عملت جيم كويس وكنت مسيطر وكنت اخطر وكل حاجه بس عارف الاهلاوي يقول لك الجيم بتاعنا يعني جيم بتاعنا كنا في المتناول في الأول كنا نخلصه كتير. في الاول بس في النهايه ما اقدرش اقول انه كيرف الاهلي وصل للمستوى المطلوب في مباراه اخاف ويخاف جمهور الاهلي من انه كيرف يرجع في الدوري ينزل مره تانية وده ممكن يبقى مقلق شويه قبل ماتش نهائي دوري الابطال يعني اعتقد يعني الجماهير واعيه يعني بتاعه الاهلي يعني فاهمه يعني انت مباراه مخلصها من هنا من مصر قبل ما تروح فاكيد انا كلاعب ما عنديش الحافز اللي هو هروح لازم انا اموت نفسي عشان اكسب لا هو الموضوع خلصان يعني واللي انت كمان تجيب جون هناك في الاول فانت خلاص همت الخصم بتاعك بلغه الكوره فكان خلاص يعني متهيألي مش هطلع كل الحاجه اللي عندي بالعكس ده انا همسك الكوره همتع الناس يعني بلغه الكوره يعني هلعب كوره كويسه ولكن يعني
متهيألي الأهلي وصل في المرحلة الأخيرة دي، الفترة الأخيرة ديت آخر شهر دوت وصل، لا وصل لفورمة عالية جدا. يعني أنت في الأول في دوري المجموعات أنت كنت يعني زي ما قلت لحضرتك كنت متخوف، متخوف من الأداء مش متخوف من الحالة بتاعت اللعيبة لكل شخص في اللعيبة، لا أنت كنت متخوف من الأداء الجماعي، ولكن ده مع الأمور البدنية لما ابتدت اللعيبة تاخد الاستشفاء بتاعتها كويس وقدرت اللي انت ترجع للتكتيك بتاعك والخطط بتاعتك اللي انت كنت بتلعب بيها في الأول، فقدرت اللي انت توصل للمستوى المطلوب. فده فرق معانا، يعني فرق معانا ووصلك نهائي. فمتهيالي لا يعني الأهل وصل للمرحلة اللي هي اللي احنا محتاجينها، يعني اللي هو بتحس بفرق بين كرة الأهلي، كرة الأهلي سيبك من النتائج، كرة الأهلي في أفريقيا وكرة الأهلي في البطولات المحلية وفي الدوري المحلي. يعني بصراحة يعني بحس ان الأهلي في مباريات النادي الأهلي بيلعبها على قد المباراة للأسف، يعني مش الفرق اللي بتلعبك انت غصب عنك، يعني انت في فرق بتلعبها انت مطالب وعارف اللي انت لازم تكسبها، فبتنزل مش متحمس اللي انا عشان عارف اوريدي اللي انا هنزل اكسب دول. ولكن في افريقيا انت بتلعب على حاجه تاريخيه هتقعد طول عمرك، الناس تقول لك انت خدت البطوله دي سنه كام وعملت انجاز تاريخي ليك وللنادي بتاعك ولاولادك، فاكيد انت في افريقيا الموضوع بيبقى مختلف طبعا للاعب. ولكن انت دلوقتي وصلت للمرحله اللي احنا كنا محتاجينها، اللي هو اللي انت بتلعب بطريقه جماعيه، وده اللي كان ناقصنا في الاول. زي ما قلت لحضرتك قبل كده طلعت مع حضرتك قلت لك برضك احنا للاسف بنعاني من المجهود البدني بتاعنا. يعني ده غصب عنك، انت بتطلع من افريقيا بتخش على الدوري، بتطلع من الدوري بتخش على كاس العالم للانديه، بتطلع من كاس العالم للانديه بتروح المنتخب، فبتطلع من المنتخب بترجع للدوري تاني. ما تزودش الحمل على الرجاله، الرجاله عندها لا انا الرجاله خرجت من افريقيا رايحه لدوري، ومن دوري راجعه لنهائي افريقيا، ومن نهائي افريقيا راجعه لتاني تصفيات افريقيا. فانا بقول لحضرتك يعني الجماهير الاهلي واعيه وفاهمه طبعا ومقدره اللعيبه طبعا، واحنا بنشيلهم فوق دماغنا طبعا، لان احنا الله يكون في عونهم احنا بشر مش مكان، يعني اللي احنا اله بتشتغل دول بشر، فاكيد احنا الله يكون في عونهم وكل التوفيق ليهم يا رب. بعيدا عن الكوره شويه، الازمه الاخرانيه بين الاهلي والاتحاد الافريقي كانت المغرب مش طرف فيها، يعني مشكله الاهلي في الملعب ما كانتش مع الفريق الوداد المغربي، كانت اكتر مع الاتحاد الافريقي بما انه المسؤول عن اختيار ملعب المباراه وعن اليات وتوقيتات الاختيار والاعلان عن ملعب المباراه على وجه التحديد. ورغم كده الحقيقه قامت الدنيا في المغرب كلها على النادي الاهلي، وبدا وكان المغرب كلها جمهور ومسؤولين واعلام رياضي يدافع عن حق نادي الوداد في استضافه المباراه النهائيه. حسيت انه رد الفعل في مصر انه المسؤولين وانه الاعلام الرياضي وانه الجماهير بمختلف انتماءاتها كلها في ظهر النادي الاهلي، ولا الصوره بالنسبه لك كانت مختلفه يعني شويه؟ بعض الناس، يعني انا بشوف ناس وبتابع البرامج طبعا، بعض الناس في اللي بيتكلم وواقف مع النادي الاهلي، وفي ناس تانية الموضوع بالنسبه لهم عادي، يعني في ناس راميه دوت على اتحاد الكوره، وفي ناس تانية بتقول لك اللي لا كان لازم ان احنا نقدم من الاول، يعني كلام ولا هيودي ولا هيجيب. يعني للاسف هي كما لو ان فكره، يعني احنا اتربينا من واحنا صغيرين على كانوا بيقولوا لنا كده، يعني وطلعنا عرفنا ان هو ده الصح، انه اي نادي مصري بيلعب في بره حدود مصر بيلعب مع ايا كان وبيلعب في اي، يعني مش قصتي بيلعب مع مين وبيلعب في بطوله ايه، بس ما دام نادي مصري بيلعب هو بيلعب باسم مصر، انتفى او انتهى اسم النادي نفسه وبقى بيمثل مصر، فبالتالي مطلوب من المصريين كلهم يدعموه. الفكره دي ما بقتش موجوده قوي، ولا الاهلي مثل مصر كتير ورفع اسم مصر كتير فما يضرش يعني لو في واحده جلت منه؟ يعني ممكن نقولها بشياكه، يعني ممكن مش حابب اللي انا ابقى الخصم بتاعي اللي هو كل شويه هو اللي بياخد بطوله. فيعني ممكن بيبقى في غيره شويه، ممكن نخليها في حته الغيره يعني بشكل كويس، يعني ما نقولش حاجه تانية، ولكن ده طبيعي، طبيعي اللي انت مش محتاج اللي النادي الاهلي كل سنه ياخد بطوله، والنادي الاهلي هو اللي بيمثل دايما مصر، هو اللي بيرفع علم مصر، فانت مش حابب دوت. بس من حقك انت كمان انك تشعر ب مش هقول ب مش ه... مش هختار لفظ عنيف يعني، بس هقول على الاقل بحاله من الضيق، لانه الموقف ده اتكرر معانا احنا كجماهير وحسينا قد ايه تعرضنا لظلم مثلا في بطوله زي كاس عالم الانديه. الاهلي اتظلم لما اتحرم
من لاعبته بسبب عدم تنسيق بين الاتحاد الدولي وبين الاتحاد الافريقي. فلما يحصل ده تاني برضو في مناسبه مهمه جدا، بتتكلم على بطولتين، مش بطولتين صغيرين، مش دوره رمضانيه، دي بطوله كاس العالم للانديه ونهائي دوري الابطال. فبالتالي لما يحصل او يتكرر مني الموقف ده مرتين ورا بعض، او يحصل معايا الموقف ده مرتين ورا بعض، لازم اشعر انه في حاله تربص، ولازم اشعر ان في حاله ظلم بتعرض ليها انا وجماهيري. ده اكيد يا استاذ احمد، وده اللي احنا فاهمينه، واللي انا شايفه يعني الصوره اللي باينه قصادنا. يعني حتى موضوع الحكم احنا لحد دلوقتي مش عارفين هل الحكم هو المعتاد اللي بيحكم لنا وبيضيعنا. طيب انا هقول لك ثلاث تسريبات تمت لغايه دلوقتي. التسريب الاول، وده طبعا اللي كان عارف يعني بعد الملعب، راح بكاري جسام، ده طبعا يعني ده رقم واحد، مع انه الحكم ده تحديدا يعني مشاكله اللي تسبب فيها، واخرها بالمناسبه كان مع الوداد برضو، كان طرف مشكله ماتش الترجي والوداد اللي الترجي انسحب منها مباراه نهائي دوري الابطال، وعنده مشاكل كتيره جدا على مستوى المنتخبات، ومعانا احنا شخصيا. فبالتالي ده كان التسريب الاول، فكان مع صدمه الملعب لا ده احنا كده ايه، دي متقفله من كل ناحيه. وبعد شويه قال لك لا والله احتمال فيكتور جوميز اللي لعب في او حكم في دور قبل النهائي، واحنا توقعنا انه يتم استبعاده، قال لك لا هو اسم مرشح لاداره اللي هو يبقى متواجد النهائي. وما زال طرح فكره انه يعني، وده يمكن احتمال يكون اضعف اكتر، انه يكون في حكم من اجنبي من اوروبا. يا رب يبقى ماشي تمام، لو حكم من اوروبا اكيد يبقى تمام. يعني هل يبقى شايف انه ده سيناريو قابل يعني انه يعني يستجيب للاتحاد الافريقي؟ انا والله القصه كلها اللي انا شايف اللي هم بيظبطوا كل الورق للوداد ياخد البطوله، يعني ده اللي انا شايفه يعني، ما يعني الله اعلم، ولكن احنا هنعمل اللي علينا في الملعب وقادرين اللي احنا نكسب، لان احنا اتعودنا على كده. اتفرجت على الوداد في افريقيا السنه دي؟ اتفرجت عليهم، مش الفريق اللي يخض يعني، مش الفرقه اللي هي يعني. مين الفرقه اللي تخض في افريقيا؟ يعني مين الفرقه اللي انت تعمل لها حساب او تخاف منها السيزون ده؟ مش بتكلم في العموم يعني او على مدار التاريخ. يعني ممكن كنت اللي انا قلقان منهم اللي هم كانوا ممكن يوصلوا الترجي، لان الترجي بيعرف يلعبك، عنده الخبره برضك، وعنده الحافز اللي هو بيلعب. من سان داونز انا كان نفسي نقابل يعني بشوفها اكتر من اكتر الفرق المحترمه في افريقيا، بتلعب كره سان داونز كره كويسه جدا، كنت متوقع الحقيقه انها تكون. بس كان عندها الدفاع ما كانش عندها الدفاع قوي بصراحه. يعني انا كانوا بيجيبوا اهداف كتير، ولكن كانوا بيستقبلوا اكتر، يعني ما كانش الفرقه اللي هي. لكن شايف ان الترجي نسخه السنه دي اتقل من الوداد؟ مش اتقل من الوداد، الترجي عنده خبره يا استاذ احمد، اللي هو حتى في يعني لو هو في الملعب مش واقفين على رجليهم او مش فايقين بلغه الكوره، عندهم الخبره اللي هم يقدروا يمشوا المباراه زي ما هم عايزين. ايوه، ولكن الوداد مش الفرقه اللي هي تمام منظمين، ولكن انت تقدر في اسرع وقت ممكن تجيب جون يعني ان شاء الله، يعني ما مش الفرقه اللي هي تقدر تعافر معاك ال 90 دقيقه على الشكل الجماعي اللي احنا بنلعب بيه والسيستم اللي احنا بنلعب بيه. فاكيد لا يعني مش الفرقه اللي هي تخض، انا بكلمك خططيا يعني في الملعب، ولكن في امور تانية ورا الكواليس طبعا، الله يكون في عون اللعيبه اللي هتروح. ففي امور ورا الكواليس طبعا انت عارفها طبعا، الجماهير والامور، وانت داخل المطار وانت داخل، فتحس ان الدنيا مترتبه يعني، فالله يكون في العون يعني ان شاء الله. تقارن او تبص او تحط في اعتبارك ماتش الوداد في المغرب في نفس الملعب وانت بتحضر لماتش الرجاء، انا اسف، في دور الثمانيه، مباراه العوده اللي احنا تعادلنا فيها هناك 1-1، ولا ده سيناريو وده سيناريو مختلف تماما؟ لا ده حاجة وده حاجة، ده نهائي وده انت كنت بتلعب. انا فاهم اختلاف المناسبة، لكن بكلم عليك بتلعب مع واحد من ابطال المغرب وفريق الرجاء، انت بالمناسبة قابلت فرق مغربية كتير جدا السنين اللي فاتت، يعني انت قابلت الوداد في قبل نهائي دوري ابطال وقدرت تكسبه رايح جاي، قابلت الرجاء في سوبر افريقيا وكسبت منه البطولة، قابلت نهضة بركان في سوبر افريقيا وكسبت منه البطولة، قابلت الرجاء تاني في دوري الابطال وكسبته وفي دور الثمانية. فبالتالي انت خبرتك مع المغاربة الجيل ده، فكان على اللعيبه دي انها لعبت ابطال المغرب في مناسبات كبيره او مناسبات مهمه، حتى مش دور مجموعات، بتتكلم على 2 سوبر و2 دوري ابطال، وقدرت انك انت تتجاوز كل الفرق المغربيه. يعني انت ماتش الرجاء هنا يعني بمناسبه الكلام انت تكسب 5-6، يعني 5-6، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، ورحت هناك قدرت اللي انت دخل فيك جون، وقدرت اللي انت ترجع للمباراه، وكنت ممكن تكسب كمان، ولكن انت المباراه النهائيه طبعا ليها طعم خاص تاني،
ولكن الكواليس اصلا نفسها يا استاذ احمد والامور اللي اتسربت والحاجات اللي بتطلع واللي احنا بنشوفها في الاعلام للاسف تحس ان الناس مش عارف مستكتره علينا اللي احنا ناخد البطوله مش عارف ليه. يعني ايوه مستكتره يعني وده طبيعي وقلنا من الاول بس ده مش كويس. خدها في الملعب ماشي نتفق مع بعض نتفق نختلف ده طبيعي بره الكوره ولكن جوه في الملعب حاولنا ناخدها منك في الملعب خدها بمجهودك حاولنا ناخدها منك في الملعب بقالنا سنتين وما عرفناش فناخدها منك بره الملعب لانه مش هينفع مش هينفع فريق واحد. هي دي اول مره يا كابتن عفروتو؟ لا مش اول مره يعني ولكن انت كنا اول مره كنا ممكن مثلا يا استاذ احمد انا اسف بقاطع حضرتك اول مره كنا ممكن مثلا يعني ايه بنيجي على نفسنا نقول اصل الحكم معاهم اصل الحكم متحايز وده كان طبيعي. أيوه. ولكن كنت في الملعب الحمد لله بنقدر احنا نضغطها الحاجات دي ونقدر. أيوه. نكسب ولكن الامور كلها يا استاذ احمد تحس اللي هي متظبطه بجد يعني. طيب. كلمة مهمة جدا نقولها يعني برضو وردا على السؤال اللي احنا قلنا انا هجاوب معاكم بقى المرة دي يعني ادوني فرصتي بقى انا كمان عايز اتكلم. واحدة من اكتر الحاجات اللي بتميز اولاد الجيل الحالي هي الثقة بالنفس اللي خدوها نتيجة خبرات كتيرة جدا متراكمة في ظل واحد ظروف صعبة اتنين مواجهة ابطال. يعني ايه مواجهة ابطال؟ يعني ده فريق مش متعود يفوز او يواجه ويتغلب على أبطال أو على فرق محلية. لا ده فريق عنده خبرات مواجهة أبطال ولعب قدام كل الكبار في العالم. لعب قدام بالميراس بطل البرازيل وأمريكا الجنوبية ولعب قدام بايرن ميونخ حتى ولو خسر المباراة دي 2-0 ولعب أمام أبطال كل الدول الأفريقية وعتولة القارة زي ما بنقول وقدر أنه هو ياخد على حسابهم 4 بطولات 2 دوري أبطال واتنين سوبر أفريقي ولعب قدام بطل قارة زي بطل قارة آسيا زي الهلال والدحيل لا يقل عنه وقدر يكسبهم وفي مباريات رسمية ولعب قدام بطل أمريكا أو بطل الكونكاكاف وبطل المكسيك زي مونتيري في ظروف قاسية جدا على أي فريق. مفيش فريق كان يرضى أنه يدخل مواجهة زي دي وناقص الأوراق دي وقدر يتخطاها. فعشان كده بقول أنه أكتر حاجة بتميز الجيل ده هي الثقة بالنفس. وتعالى نشوف بقى ليك تحب تجاوب على السؤال انت كمان قبل ما نشوف اجابات الناس يعني نشوف اجابات الناس. يلا احمد محمد شايف ان بيتسو من اكتر الحاجات اللي بتميز الجيل ده وده وعشان يعني نبقى متفقين دايما بيتسو موسيماني كمدير فني له ما له عليه ما عليه تتفق مع فلسفته تختلف معاها في النهايه هو واحد من انجح وهنا احنا بنربط بالنتائج والارقام من انجح المديرين الفنيين لتولوا مسؤوليه النادي الاهلي. مؤمن عيد بيقول الروح وده حقيقي بتفق جدا مع مؤمن الروح واحده من اهم العوامل اللي ساعدت الجيل ده على انه يتخطى مشاكل كتيره جدا اهمها وابرزها بقول انها تحسب ليهم بمنتهى الصراحه عن كل الاجيال بقى الاساطير اللي جت قبل كده ان الجيل ده بيحصل على هذا الكم من البطولات وهو بيلعب في مواسم متلاحمه ما بياخدش راحه ما بياخدش فترات اعداد وفي نفس الوقت بيلعب وتقريبا مدرجاته فاضيه ما فيهاش اللاعب رقم واحد في تاريخ النادي الاهلي وهي الجماهير العريضه اللي دايما بتعمل الفارق. احمد عيد بيعرفوا يلعبوا الماتشات الكبيره وقد كان حقيقي متفق معاك يا ابو حميد كل الماتشات الكبيره مش بس عرفنا نلعبها لكن اجاد فيها الاهلي وقدم احلى كوره. يمكن المطبات بتحصل في الماتشات الصغيره اللي احنا مش مستنيينها لكن الماتشات الكبيره الحقيقه كلهم على اعلى مستوى. ابو احمد دير الثقة والحالة من الخبرة اللي وصلوا له بعد الفوز ببطولة قارية وميداليات عالمية. أنا بدر جابر محمد إبراهيم أهلاوي أفتخر وإحنا بنفتخر بيك يا أبو حميد. معانا أسماء شريف الإحساس بالمسؤولية واللعب بروح الفانيلا الحمراء ومش كده وبس إصرارهم وعزيمتهم إن هم كل ما يحققوا بطولة يصروا إنهم يحققوا البطولة اللي بعدها أهلاوية والفخر ليا الـ 11 يا أهلي. إن شاء الله. زينب جمال شخصية اللعيبة وروح الفانيلا الحمراء وبالتوفيق للكل. محمد خالد شخصية اللعيبة بيلعبوا بروح الفانيلا الحمراء واسم النادي الأهلي أعظم فريق في قارة أفريقيا. محمود نبيل إحساس بالمسؤولية والروح واللعب بروح الفانيلا الحمراء والفانيلا بتلعب بجد يا جماعة صدقوني الفانيلا بتلعب. بصوا على ريال مدريد ما كانش حد مستني ان هو يعدي دور المجموعات اساسا وعدى بمطبات صعبه وعدى من باريس سان جيرمان وعدى من تشيلسي وعدى حتى من مانشستر سيتي ووصل لليفر. كريم السيد عمار الروح الفانيلا الحمراء هي سر المكسب في كل البطولات. ابراهيم عيد ان افريقيا ضعيفه ما فيهاش غير الاهلي هو الفريق الافضل. مش متفق معاك قوي بدايه افريقيا فيها 4-5 فرق
تقدر تقول ان هو من احسن فرق القاره. ما تقدرش تستبعد الترجي التونسي، ما تقدرش تستبعد سان داونز، ما تقدرش تستبعد الوداد والرجاء المغربيين، ما تقدرش تستبعد فريق كان مفاجاه السنه دي ولعب كره محترمه جدا زي بيترو اتلتيكو. السنه اللي فاتت كان عندنا سيمبا التنزاني قدم برضو موسم محترم جدا. فرق دايما، وفي فرق كتير طبعا يعني يمكن بتبعد لكن موجوده على الساحه، مازيمبي، انيامبا، اورلاندو بايرتس، كايزر تشيفز في جنوب افريقيا، وغيرهم وغيرهم من الفرق الثانيه. كمان ساره سولي بتقول اللعب تحت اي ضغط جماهيري، وده يمكن بيحصل معنا بره يعني، وده بيحصل اكيد يعني، برضو فكره انك انت تلعب وتتعامل مع الضغط الجماهيري اعتقد ممكن تهز اي فريق ما عندوش خبرات او يعني مش صاحب بطولات. لكن فكره انك تتعود انك تلعب في اي ملعب ومهما كان الملعب ده مليان بالجماهير، واعتقد الاهلي خد اكتر من مواجهه صعبه بره ملعبه سواء في كاس عالم انديه او في بطوله دوري الابطال، وقدر ان هو يعني ينجح في المواجهات دي. هو ده اللي بيحصل انت يعني. انت ايه رايك بس في الاهلي الجمهور؟ لا يعني معظم الاراء صحيحه، وده اللي احنا كنا بنقوله برضك، الناس برضك مشاركانا وبتقول نفس الكلام اللي احنا كنا بنقوله يعني. فاكيد انت الضغط الجماهيري انت متعود الحمد لله، لان انت عندك هنا عشان عندك حاجات امنيه فعدد معين، انت بتلعب بره وسط جماهير اكتر من وسط الجماهير بتاعتك هنا على ملعبك. ايوه فاكيد انت متعود يعني، انت لما بتطلع بره اكيد وبتكسب وبتحقق انتصارات وبترجع من بره الحمد لله منتصر على الفرق ديت، فاكيد انت متعود كلاعب اللي انت الضغط الجماهيري دوت انت بتعرف تتعامل معاه ازاي، فدي ما عندناش مشكله فيها. وفي حد كان مش عارف اسمه احمد تقريبا اتكلم على الروح، فهي الروح دي ممكن بقى تطلع عندنا حته زياده ان شاء الله هناك، اللي هي الاصرار والعزيمه باذنك يا رب، اللي انت تقدر تتغلب على الكواليس اللي بره الكوره اللي بره الملعب دي اللي هتبقى جوه ان شاء الله باذن الله. باذن الله ال 11 اهلاويه ان شاء الله باذن الله. يا رب باذن الله. من دلوقتي نراعي كمان على جمهور الاهلي اللي ممكن يكون حاضر في المباراه واللي يقدر يساند اللعيبه في الملعب، يعني دعواتنا طبعا محتاجينهم لجماهير مصر كلها اللي تقدر تروح وتساند النادي الاهلي ان شاء الله. جماهير مصر في الجاليه المصريه في المغرب الشقيق، الجاليه المصريه في تونس والجزائر، جاليه مصريه في كل الدول اللي ممكن تبقى قريبه واللي ممكن تروح تحضر المباراه وتشجع وتساند النادي الاهلي. بيتهيألي الاف ممكن يكونوا موجودين وحاضرين ويساندوا الاهلي في يوم 30/5 ده لو اتلعبت يوم 30/5. بشكرك شكرا جزيلا كابتن عفروت، تشرفنا ونورتنا. شكرا استاذ، وان شاء الله باذن الله المره الجايه نتقابل فيها نكون بنحتفل ان شاء الله بالنجمه ال 11 والثالثه على التوالي ان شاء الله باذنك يا رب ان شاء الله استاذ. ننتظر في ماتشات الاهلي بدايه من بكره عرض قوي طمن الجمهور، كوره حلوه زي اللي عودنا عليها الاهلي في ماتشاته الاخيره في افريقيا سواء امام الرجاء او امام وفاق الصيف، وكل التوفيق للرجاله ان شاء الله باذن الله. ودايما على كل خير نتقابل دايما على شاشه الاهلي في السادسه. تحياتي ليكم.